بسم الله الرحمن الرحيم. بناخذ اليوم درس التغير الجزء الثاني للرياضيات 3 ريض 261 المستوى الثاني العلوم التجارية. إني ناخذ هدف اليوم أميز مسائل التغير المشترك والتغير المركب وأحلها. أيا تشوف التغير المشترك؟ يقول لي تتغير واي تغيرا مشتركا مع زد وإكس أو إكس وزد إذا وجد عدد كي لا يساوي صفر، بحيث أن واي تساوي الكي اللي هو العدد الثابت في إكس في زد. أني نكتبه بصورة التناسب، فبي بقول واي 1 على إكس 1 في زد 1 يساوي واي 2 على إكس 2 زد 2. أني نشوف تمرين على هاي النوع من التغير. إذا كانت R تتغير تغيراً مشتركاً مع T و V، وكانت R تساوي 70 عندما V تساوي 10 و T تساوي 4، فأوجد قيمة R عندما V تساوي 2 و T تساوي 8. مدام قال لي تغير تغيراً مشتركاً، أنا بروح أكتب القانون مال التغير المشترك. R1 على T1 V1 يساوي R2 على T2 V2. إني نعوض، فبي أقول المعطيات اللي عطاني إياها R تساوي 70، فبعتبرها هي R1 70 على T1 اللي هي 4 و V1 10، تعويض مباشر. فأوجد قيمة R2 اللي هي مطلوبة عندما T2 تساوي 8 و V2 تساوي 2. الحين باي أضرب 4 في 10 اللي في المقام يعطيني 40، 8 في 2 يعطيني 16. الحين باي أسوي الطرفين في وسطين، يعني بضرب 40 في R2 و16 في 70، فيطلع عندي 40 R2 يساوي 1120. R2 تساوي 28، ليش؟ لأن أنا قسمت على 40. وبذي الشكل خلصت من التمرين اللي عندي على التغير المشترك. إني نشوف النوع الثاني من التغير اللي هو التغير المركب. إذا كان Y تتغير طردياً مع X، وإن Y تتغير عكسياً مع Z إذا وجد عدد K لا يساوي صفر، فبي بقول معناته واي زد على اكس يساوي كي. شلون؟ باي اشوف هني عندي من الدرس السابق لما واي تتغير طرديا مع اكس معناته قسمه، فبقسم واي على اكس، وتتغير عكسيا مع زد معناته ضرب، لذلك انا كتبت واي ضرب الزد. اني نكمل نشوف بشكل التناسب، فبيصير عندي واي 1 زد 1 على اكس 1 يساوي y2 z2 على x2. الحين بني ناخذ معاكم اللي هو تمرين على التغير المركب. إذا كانت b تتغير طردياً مع r وعكسياً مع t، فأوجد قيمة t عندما r تساوي 10 و b تساوي سالب 5، علماً بأن t تساوي 20 و r تساوي 2 و B تساوي 4. إني نحط القانون للتغير المركب، فبي أقول B تتغير طردياً مع R معناتها قسمة، وعكسياً مع T فنحطها T مع ال B ضرب. بعد ما كتبنا القانون إني نشوف، قال لي علماً بأن، يعني هني في معطيات، المعطيات اللي عطاني إياها ال B بأربعة وال T بعشرين وال R باثنين يساوي، فأوجد قيمة T معناتها هاي T تي 2 هذه بتكون مجهولة، والR عطاني إياها 10 والB سالب 5. الحين باي أضربهم 4 في 20 80 اللي هو في البسط، سالب 5 في T 2 بكتب سالب 5 T 2 على 10. الحين باي أسوي نفس قبل، طرفين في وسطين بذي الشكل، بضرب 2 في سالب 5 تي 2 10 في 8. إني نشوف شنو بيطلع لي؟ بيطلع لي
2 في سالب 5 سالب 10 تي 2 يساوي 10 في 80 800، فيطلع عندي تي 2 تساوي سالب 80. ليش؟ لأن 800 قسمه سالب 10. وبذي الشكل أنا انتهيت من التمرين على التغير المركب. نشوف التمرين اللي بعده. حدد ما إذا كانت كل معادلة مما يأتي تمثل تغيراً طردياً أو عكسياً أو مشتركاً أو مركباً، وأوجد ثابت التغير اللي هو التناسب في كل منها. طبعاً أنا خذيت في الدرس السابق التغير الطردي والتغير العكسي، فبايو أشوف شلون أحدد بين الدرس السابق ودرس اليوم المعادلات اللي عندي، وكل واحد أحدد أي نوع من التغير. إني نشوف أول تمرين. لما عندي x على y يساوي 2.75، أنا عارف لما يكون عندي قسمة فمعناته تغير طردي، وثابت التغير هو العدد اللي عندي إياه 2.75. إني نشوف لما يكون عندي ضرب، أنا عارف من قبل لما يكون عندي ضرب فهو تغير عكسي، والثابت اللي عندي هو سالب 2. ناخذ تمرين ثاني. لما يكون عندي A تساوي 3 في B في C، فهذا النوع من التغير بسميه التغير المشترك، والثابت اللي عندي 3. إني ناخذ آخر التمرين اللي بعده، Y يساوي سالب 11 X، هذه بيقول طردي. ليش طردي؟ لأن سالب 11 هو X، لما أنقل الـ X فبتصير قسمة، فمعناته Y قسمة X معناته هذه النوع من التغير طردي، والثابت اللي عندي سالب 11. إني ناخذ آخر تمرين اللي هو 9N يساوي B في R، وهذه هو التغير المركب، والثابت اللي عندي 9. بلاحظ هني في ذي التمرين لما أي أحله بيقول من الملاحظات السابقة لما يكون عندي y على x يساوي k فهو عندي التغير الطردي، ولما يكون عندي y في x يساوي أي عدد أسميه تغير عكسي، وبنفس الشكل أروح لجميع أنواع التغير. وبذي الشكل خلصنا التمرين، وشكرا لحسن استماعكم، ونرجو للجميع النجاح والتفوق.